السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا ونشاهدنا يعني الناصر البدوي يعني محلل تونسي، وين يقصف جمال بالماضي بثقيل، وين قال له أنت مدرب متعلي وغريب الأطوار، كيف يتعامل بهذه الطريقة مع الصحافة الجزائرية وحتى بعض المناصرين، يعني وين يرد على يعني بأمور ولا يريد حتى الانتقاد البناء، لا يريد سماع حتى الانتقاد البناء، ومن تكون أنت حتى لا ترد على انتقادات صحفيين يعني بطريقة بلا باقة، يعني وين ترد على الأسئلة، كيف لك أن تقاطع أي صحافي يطرح عليك سؤال في جانب الفني. وهذه صرات مع سعيد فلاق في سبتمبر أمام نيجيريا. سعيد فلاق من حقه قال له ودي أنا نشوف المنتخب يعني راه يفوز، بصح ما كاش مستوى، حنا كونت نيجيريا كسر خير الأربي تاع تونس، وكسر خير عمي رشيد من جيبه، والاربيت هذاك تاع موريتانيا اللي جدلنا لهنا مع غينيا، وتاع تونس اللي جدلنا رشيد من جيبه هو المستشار تاعهم. كاين امور نتوما ما تجبوش تفهموها، صورتو المسكين اللي مازال ما على بالوش بلي إليميني، مازال ما على بالكمش بلي راكم إليميني، مازال باقي شعب باقي، ما باقيش بزاف، نهار الحد تبدا، ثلاثة، الأربعاء، اليوم الأربعاء، خميس، جمعة، السبت، الحد، باقي لك سي جور. قال لكم أنا غادي نتفرج هو لونترينير، قطعكم لياس، قال لكم غادي نتفرجها بالتلفزيون. سيبو صاي قال لكم تفرجها من التلفزيون تربحوا معاكم هذه الهضره. كو هدرتها نهار الاول والله لا كاني تحير، نقول لك حمال ديك انت المدرب ما باعش الاوهام. كو هدرتها نهار اللي خرجت، بصح انت خزنت وقعدت تشوف، الشعب شتراه باغي يسمع، صوت الشعب باغي يسمع. الماتش تعاود خرجت كراسي تقاصا ماو ايطو مناو ولا حقرنا وقاصاما منا هذا مكان قاصاما حقر نيجيريا نهار اللي قلع لهم بيناتي دومي فينال في مصر، فما حقرهم هذيك وحقرهم بيناتي باينه قد يورا ضربها بيده ردها بيده نورمال، فما حقرهم مي كنا فما حقرهم ما طعمش بيناتي تاعهم. لا فينال الأخرى السينيغال قاسما دار نيجيريا لعب نورمال، ربحنا معاه 2-1 عادي نورمال، غبنكم ما غبنكمش. أنا بغيت المدرب هذا كيقول لك بلي قاسما ويهدر على الأربيت، أنا والله العظيم تمنيت المدرب يقول لك يا ودي مازلنا ما نتسقموش في لافريك لي زاربيت تاع تونس لي قلع بود فالاب نيجيريا هنايا زراري صغار حقرهم، وطال الجزائر بيناتي باش تقاليزي مكاشي، بيناتي غير شرعية اللي طاهنا، وهما البنت تاعهم اللي قلعه لاربي التونسي هدف شرعي، كاش مشكل، هذه باش يكون على بالكم، برك هذا مكان. حنا نسمعوا واش هدر هذا التونسي. من واجب المدرب ان يدعم المدرب حتى كان يختلف معه في بعض الاشياء، لكن انا نختلف مع جمال بالماضي طريقه فيها برشا تعالي بصراحه، تحب ولا تكره في كره قدم تحب التواضع، صحيح انك تبدا عندك الثقه في نفسك مهم في الكوره، لكن انك صحافي يسالك سؤال علاش عملت الشوا هذا ولا علاش جبت هذا وعلاش نحيت هذا، انت مطالب باش تجاوب بالطريقه اللي تكون سلسه، انك اليوم كي تجاوب بالطريقه هذه فيها برحق مس من الصحافي، وانت بيدك تحس تاكد مره اخرى اللي انت عليك ضغط كبير، ماكش مدرب اللي ما تنجمش تغلط، ماكش انسان نسكت تنجم تغلط،
اما كنت عالي زايد نتاع هاو تغلط يا جماعه غلط معاه صحيح يصيبو وليا معمر جبور مي كنت شعلو تاعو البارتي تاعو قال بلي البارتي ما تعاود مي درت ندوه صحابيه في جوان خرج قلت له انت قلت اوتي انت انت راك تبيع في الاوهام هو فين كيبيع الاوهام كيما قال لك رفيق واحد هاو قال لك انا انت راك تقول بلي البارتي تعاود انا قلت لك البارتي ما تعاود انا ما غاديش نمشي معاك في كلامك لاباس نرضيك هاو درك انت يا درت على درت حتى على اللعاب تاعك يسموه ابراهيمي ابراهيمي مشوار تاعو كلاعب افضل منك بكثير انت ما تلحقوش هو في الباجاج اللي عنده ابراهيمي نيتو قال لك بارتيا ما تعاودش بارتيا قاسما 10 ثواني الاخيره قاسما لا يتحمل المسؤوليه قال لك انا ما نبيعش انا ما نيش نبيع في الاوهام انا لاعب محترف وما نبيعش الاوهام انت قلت له لا ما حش بيها وني كان يتفرج ما يحس تما غيري كانوا يلعبوا لي حسوا بيها كو عيط لابراهيمي كنت غادي تسيب ابراهيمي ديك بارتيا هذه كنت غادي تسيبه بصح انت لا هذه باش يكون على بالك انت ما لا تعترف وما تبغيش واحد يقول لك باللي البارتيا ما حقركش فيها قاص راك باغي انت قاصاما اللي قاصاما تركبها للشعب 50 عام وحده اخرى قاصاما ماشي قاصاما 10 ثواني الاخيره انا لا اتهم قاصاما التشكيله قاصاما ما دارها لكش خويا الخطه قاصاما ما دارها لكش ودعمي تغييرات اللي درتهم ماشي قاصاما دارهم لك والتوش التاليه ماشي قاصاما قال لك ولو الراول ماشي قاصاما كان اونترينير وقال للعابه ولو الراول خلوه يدير التوش وحده هذي خدمتك كو مالهيتش انا نقول لك كو مالهيتش كو كليت روحك باش واحد كاش واحد يوقف فماك هذه هي انك انت شكونك باش تسالني السؤال هذا بالطريقه اللي تكون سلسه انك اليوم كي تجاوب بالطريقه هذه فيها برحق مس من الصحافي وانت بيدك تحس تاكد مره اخرى اللي انت عليك ضغط كبير ماكش مدرب اللي ما تنجمش تغلط ماكش انسان الناس كل تنجم تغلط اما كنت عالي زايد نتاع انك انت شكونك باش تسالني السؤال هذا حسب بعدي خذينا حاجه ماهيش باهيه وجمال بالماضي قاعد يغلط في اغلاط كبيره صحيح فما فرق ما بين الشخصيه نتاع المدرب وما بين التعالي راه فما فرق كبير ما بيناتهم انه اليوم اي انسان مهما يكون المستوى نتاعو وخاصه كي ينجح يلزم يكون يحاول باش يتواضع على خاطر باش يكبر الضغط والنتيجه ما تتبع وفي كره القدم ما تنجمش فماش حقيقه فما حقيقه كانت نتاع الميدان ايوا هذه هي اوك لازم تراجع بزاف حسابات راجع بزاف حسابات هذه طريقة العمل تاعك مع الناس كيفاش ترد وكلش خاطر غادي اليوم راه ساكت عليك غدوة ساكت عليك ما غادي ساكت عليك طاب 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 راك تشوف وصلت الأمور خلينا ندوك هذوك اللي راهم يخدموا باسمك تاع كلنا القوة قالوا لك يا ودي القوة فاقت قوة فاقوا باللي نتايا ما راكش مدرب تاع منتخب وطني انت تاع مدرب تاع نادي يعني من يكون دخول قياسي 25 بنادم ما عندكش خبره تاع مدرب ما زلت خاطش على نهار اللي يجي 2019 ست شهور كوب ديمون كوب دافريك بصح موراها المنتخب تطور موراها المنتخب تطور قعدنا نربحو ديك 35 مباراه بصح كي ولينا نربحو صاري كيما رانيري تاع لايستر سيتي ناس كانت من دب 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 ربح دا الشامبيون عاودت لايستر سيتي داتها ما داتهاش كاين واحد المنتخب واحد الانديه خدموا خلينا من الانديه زومبيا 2012 كانت الناس في مرحله انتقاليه الجزائر كانوا بزاف باش يخدموا الكوب دي موند تاع 2014 زومبيا ربحت كوب دافريك زومبيا بدات كوب دافريك بوركينا فاسو وصلت مع نيجيريا ماتش يعني الفينال شوف كيفاش كانت الناس تخدم الكوب دي موند كانوا ريسالون في الكوب دي موند في ديك الضربه بوركينا فاسو ما راحت ونيجيريا ما راحت شوف كيفاش لازم لك شويه حسابات ها
لازم تطور روحك، تطور المنتخب، تطور بزاف صوالح. خاطر هذا العمل، هذه الطريقة تاعك، ما تخرج قلتها لك قلتها لك قلتها لك وما بغيت تسمع. ولا ما تنساوش اعطونا جيم كومونتير وبارطاجونا الفيديو، واللي يمشي مابوني معنا يزيد يدخل ابوني معنا، وربي يحفظكم. صحيتكم.